تمام. سلمكم الله. كما لا يخفى عليكم أنه كثيرا من الناس تمر بهم هموم وأزمات، وهناك وعود ربانية ونبوية في حل هذه الهموم. من ضمن الحلول المجربة واللي جربوه مئات وآلاف الناس الصلاة على النبي، وهذا الكلام نستمده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. أبي بن كعب الصحابي الجليل اللي يقول عليه عمر سيد المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أبي يخصص وقت للدعاء فيقول: كم أصلي عليك يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال الثلث، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني الوقت اللي أخصصه للدعاء سأجعله كل صلاة عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. مهما كان همك، مهما كان، اللهم صل وسلم، صدق الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيك الله هذا الهم. يكفيك أولا في داخلك، ويكفيك بأن يسهل لك الأمور لتفريج هذا الهم. وهناك عشرات ومئات القصص اللي ناس مروا بأزمات وبهموم وفرج الله عنهم بالصلاة على النبي. هذه قصيدة في النبي صلى الله عليه وسلم تصف سيرته العطرة. أقول: انسج لها حللا تزهو بها الحلل، انسج لها حللا تزهو بها الحلل، حور من الفكر فيها الحسن يكتمل. قصدنا أعظم من يقصدنا من بشر، والنهر من أمه من عذبه ينال. ما كان نهرا ولا ريحا ولا سحبا أمام جود أبي الزهراء يروا بخل. من فضله عم من في الأرض كلهم، هدي السماء لمن تاهت به السبل. من نالوا من شهده صحت نفوسهم، ومن أبوا شهده نالتهم العلل. من فك للعقل أقفالا جثمن به، وحرر العلم ممن للهوى عمل. من رد للحكمة الغرة مكانتها، ونادى للمجد لما صار منعزل. من قاد جيش فتحات العلا ورقى بأمة من حضيض، للسما ارتحلوا من هامش الأرض صاروا شمس ساكنها، ومن مفازات للفوز هم الرسل. من تم للمكرمات بدرها ورقى بأمة من حضيض، للسما ارتحلوا مهلا قريش لا إجرام يوقفهم، حصار شعب ولا تعذيب من وصلوا. لا شتم دعوته، لا ضرب وجنته، لا قتل صحبته. لو يجمع السفل هذا الذي اصطفى من كل ذي نسم، وليس من أرسل الرحمن ينخذل. مهلا قريش لا إجرام يوقفه، حصار شعب ولا تعذيب من وصلوا. لا شتم دعوته، لا ضرب وجنته، لا قتل صحبته. لو يجمع السفل هذا الذي اصطفى من كل ذي نسم، وليس من أرسل الرحمن ينخذل. يا عم لو وضعوا الشمسان ما تركت روحي رسالة ربي حتى تنتقل. نفس تتلمذ من سادت نفوسهم، وعندها أشجع الشجعان تنذهل. وما الرجالات إلا ما تقدمهم، وما السيوف سوى من كانوا قد صقلوا. يجيب أسئلة الصديق في ثقة، وحوله جمعت في قتله الحيل. الجند والجاه والأموال عدتهم، والناس تلقى لمن هذه له خول. في بطق الأرض قد حالت نهايته، وعد وحي السبا دارت له الدول. في بطق الأرض قد حالت نهايته، وعند وحي السماء دارت له الدول. ارجع سراقة توظف في بواكبه، لنوره النافذ البلدان تنسدل. من جئته قاتلا تطلبه مرتجيا، وعفو من تمم الأخلاق يرتجل. ارجع سراقة وانظم في مواكبه، لنوره النافذ البلدان تنسدل. والبس سواري رب الفرس بعدهم، هل نوق من في القليب مثلها تصل. صرعى وطغيانهم يحكي تناثرهم، ما رفع أصلابهم. ذاقوا الذي سألوا، بباع دنياه للرحمن لا لهب، ومن أراد الدنيا يدلو له الخطر.
من طيبة المجد جاءت أسد تتبعه، لو قال في البحر خوضوا أرهب كسلوا، مهاجرون وأنصار به اجتمعوا، كأنهم جسد بعد ما هطلوا، يقودهم أحمد والحق متقد والكفر مرتعد والخير منهبل، جبال مكة جاء الفتح فابتهجي ورحبي بجبال بالسما اتصلوا. جبال مكة جاء الفتح فابتهجي ورحبي بجبال بالسما اتصلوا. اليوم 20 عام كلها طويت من أخرجوا أحمدا في حكمه نزلوا. اليوم 20 عام كلها طويت من أخرجوا أحمدا في حكمه نزلوا. كريم وابن كريم قال قائلهم قال اذهبوا في رحاب الله لا وجلوا. كريم وابن كريم قال قائلهم قال اذهبوا في رحاب الله لا وجلوا، يقول لا يصرع التاريخ من حقدوا، كم من ألدة بعد العفو هم أهل، وذروة المجد عفو عند مقدرة وليس عفو به الأعداء ما حفلوا. وذروة المجد عفو عند مقدرة وليس عفو به الأعداء ما حفلوا. الله أكبر في الآفاق فائقة، والشرك شرد والإسلام مكتبل، والخير منتفض والشر منقبض، ومكة منها والأوثان تغتسل. هذا محمد خير الخلق قاطبة، هذا المحامد في إنسان تختزل، هذا الشجاعة في أسمى تألقها، هذا التراحم لا يلقى له بدل، أتى يحرر من بالجهل قد خنقوا، من فوقهم ظلل من تحتهم ظلل، ولم يغادر إلى جنات خالقه إلا ونور الهدى في الأرض يحتفل، ولم يغادر إلى جنات خالقه إلا ونور الهدى في الأرض يحتفل. صح لسانك، اللهم صل وسلم على محمد ويرضى الله وجهك على السيرة الجميلة والكلام الجميل عن أفضل الخلق.